عندي اختبارات فاينل، ايش تنصحيني؟ ادرسي 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 ادرسي، لحقي حالك، اذا ما بتدرسي كتير ترسبي، شيلي الموبايل، لا تحضريني، عملي لي بلوك. عندك فاينل، بس خلصتي فاينل تعي، انا ناطرتك، صدقيني ما حتروحي شي على حالك. عندما يكون البقاء مؤذي والرحيل مؤلم، ماذا نفعل؟ انا حاسة متابعيني وضعهم ابدا مو تمام، في ناس عم بتضايقكم وهذا الشي مو بزين. اوكي، البقاء مؤذي والرحيل مؤلم، انا ما هلك برحل وبتألم شوي، احسن من انه ابقى وانأذى طول الوقت. يعني بدك توجعي حالك فترة لحتى تنقذي روحك، احسن من انه تضلي والله لانه قال الرحيل مؤلم، يتألمي شوي مو مشكلة ومشي. والله انا ما هلك هيك بعمل، حشكلي اليوم انا حخلي الوطن العربي كله يعمل بريك اب ويتطلق يا ربي. اوكي، سو انا بحكي عربي انجليزي كردي سويدي وتركي، كنت احكي اسباني لانه كنت ادرس بالمدرسة الاسباني، درست سنتين بالاسباني بس للأسف نسيتها لانه ما استخدمتها ابدا. فا اي ثينك هلا حابلش، بتعرفوا شو رح اقلكم، رح ابلش ادرس اسباني هاي السنة ورح صير كتر سفرات على اسبانيا لحتى استخدم اللغة. وعبالي هيك بتعرفوا شو على طول بيخطر عبالي، انه لبين ما يصير عندي اولاد بدي اولادي يكونوا كتير فخورين انه امهم بتحكي كتير لغات، فبنصير لما مسافر انا بحكي لغات وبصير هن يكون عندهم شغف انه يتعلموا لغات ويتحمسوا على هالموضوع. سو يا حد هلا في لغتين براسي بدي اتعلمهم، واحدة اسباني اللي كنت اوريدي بعرفها سو ذاتس واي اخترتها لانه حاسه رح ابلش اتعلمها بسهوله كتير لانه اوريدي كنت بعرفها، بس بدي مثل تذكير وبس. والله يعني يا اسيل قدامك اكثر انسانه بتحكي عربي، يعني بحكي عربي اكثر من العربي بيحكي عربي، عادي انه اذا قلت لك كلمه انجليزي هيك افرجي انه انا شو. في كتير كومنتات على التيك توك انه بيقولوا انه هي عم تفرجي حالها انه هي اكابر لما بتزيد كلمتين انجليزي، الله يسامحكم بس اللي عم بيقول هيك. اوكي، شو رايك بمقوله الفلوس تغير النفوس؟ هل هالشي صحيح؟ نعم، للناس اللي نفوسها ضعيفه، انا وماما بنحكي بهالموضوع وهي على طول بتقلي هالشي. فالناس اللي عن جد في ناس نفسها ضعيفة بتتغير بسبب المصاري، وهالناس ما بتكون ياهم بحياتكم أبدا، يعني اسحبوا عليهم إن شاء الله لو معهم ملايين. هل عندك تجربة مع السيطرة على الغضب والانفعال السريع؟ لسه بعاني من الموضوع بس ألاقي الحل بقلك، والله وعد. يس، أنا إنسانة جدا انفعالية، بحب هالشي فيني صراحة لأنه وصلني لأماكن بحياتي حلوة بسبب انفعاليتي. يعني أخذت decision، أخذت قرارات، سوري بس أخذت قرارات كان لازم أخذها بوقتها بحس لو حدا غيري ما كان أخذها. فأحيانا بالحياة لازم يكون عندك الانفعالية لحتى تاخد ريسك، بحب أخذ ريسك بالحياة. جوي جوي جوي، وين في هيك شيء؟ شو بش واقفة اتذكر شو الريسك بالعربي، شيء هيك مخاطر انا لها. السيطرة على الغضب، اي ثينك هذا الموضوع اللي ان شاء الله عم بحاول اشتغل عليه. صعب اغضب بس اذا غضبت ما بهدى، هذا الموضوع فيني. يعني صعب حدا يعصبني بس اذا عصبوني غير، يعني شو ما بهديني. فيا اوكي، لو في مشكله بينك وبين حدا مشهور بتروحي بتواجهيه او بتحكي بالسوشيال ميديا؟ هلا انا عملتها مره واحده، حكيت على السوشيال ميديا لما انا ونور تخانقنا، بس مره صارت يعني. بس اذا بروح بواجه حسب صراحه، حسب الشخص، يو نو انا بواجه اشخاص معينه وفي اشخاص معينه ما بوجع راسي صراحه، لانه وجعت راس بحس ان هن في ناس حالكم شيء، في شيء اسمه EQ اللي هو الذكاء العاطفي،
في ناس هذا الذكاء العاطفي يعني كتير قليل، فصعب كتير إنك تشرحي نفسك أو توصلي الفكرة اللي براسك لهيك ناس. في IQ في EQ، فمشان هيك يعني بحاول إنه ما أضيع الطاقة اللي عندي وخلص ما وجع راسي، يعني هيك مرة إنه نواس أوكي مثل ما بتكون. يا جماعة يعني شكرا 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 كمية الناس اللي هاي المرة علقت على لون شعري مخيفة. كلياتكم حبيتوا اللون وخبرتكم وين عملته، عملته عند واحد اسمه كينان. سو إذا حب، أنا ما بعرف صراحة شو حط لي لون، يعني أنا خليني أقولكم شيء، لما بروح على الصالون أكتر بنت رايقة ما بقول له بدي لون، بطلع فيه بقول له بتعرف شو بدي، يا فاتحة أشقر اعمل اللي بتشوفه مناسب، او بقول له بدي اياه غامق اعمل اللي بتشوفه مناسب. يعني ولا مره اخترت لون، يعني اختار لون 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 ما بختار، فيا انه بغمق يا بفتح. هالمره رحت لعنده قلت له صراحه تعبني الفاتح كتير، بضلني احط له شغلات وتونر ولازم اروح على الصالون، فغمق لي وهو ابدع. كينان اي لاف يو كينان. اوكي ما بعرف ليش كتير اسئله عن موضوع التخطي. يا الله شلون بقدر، المشكلة رح أقلكم شيء، مخي عميق بفكر كتير. أوكي في كتير شغلات براسي ما بقدر حطها بالكلام، يعني ما في مصطلحات صح لو صر لكم ياها، بس ما بعرف ليش العالم كلياته عم بيواجه مشكلة مع التخطي وإنه ما بيقدر يتخطى وما بيقدر. أكيد كلياتنا منتخطى، كلنا منقدر نتخطى. يعني انا اسفه رح احكي عن هالمثال، بس في 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 ناس بتخسر ناس كتير غاليه على قلبها بتمثلها، ومع هيك بتقدر تكمل حياتها وتلاقي سعادتها باماكن وبشغلات. فيك تتخطي اي شيء، بس انت خلي يكون عندك ايمان وخلي على طول انه هذا الشيء ببالك انه انت بدك تتخطي. هلا طبعا إذا أنت كل يوم تفيقي من الصبح تقولي ما رح أقدر أتخطى ما رح أقدر أتخطى، ما رح تتخطي. بس إذا أنت تفيقي وتجربي وتحاولي تعملي شغلات وحتحاولي إنه تشغلي حالك بأمور، تلاقي حالك بشغلات تنبسطي فيها، أكيد رح تتخطي مو بس أكبر غلطة بحياتك ولأكبر منها كمان. اسمعي من أختك، أكيد 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 عادي انه نغلط، بس اهم شيء انه نصلح الغلط. يعني انا ماني مسز بيرفكت النارين المثاليه، او انت مانك كيكفوفوفو المثاليه. نو بدك تغلطي وبدك توقعي وبدك كيف البيبي لما بصير يمشي بيوقع، اول شيء بيوقف بيوقع بيرجع بيوقف بيرجع بيمشي خطوه بيوقع وبيأذي حاله وبيرجع بيوقف وبيمشي خطوتين وبيوقع هيك. يعني نحن كلياتنا اطفال بهالطريقه. سو اغلطي وشو ترجيهم علي على اسمي. اوكي كيف بتجلسين بامريكا؟ هلا احيانا بجلس هيك، احيانا بجلس هيك، احيانا بجلس شلون يعني جالسه. اوكي هلا حنروح ناكل انا ورامي وبنكمل الفقره بالليل، يعني بالصبح عندكم بس بالليل عندي. هذا هو اللوك.